قلت إن ابن عباس قال إنها رزية، نعم أي مصيبة، وهم اعتمدوا هذه المصيبة أو هذه الرزية أنها لأنهم خلافة يعني. الخلافة، الخلافة ضاعت. نعم. 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 قلنا أولا أنه من أين علموا أنها الخلافة؟ هذه واحدة. طيب الأمر الثاني، يعني كون ابن عباس رضي الله عنه وعنهما يقول إنها رزية، نعم، قد لا يوافقه غيره على هذا، رأيه رضي الله عنه أنه سماها رزية. نعم. طيب قد لا يوافقه غيره على أنها رزية. نعم. ثانيا تعال ننظر ما الذي كان يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث علي، نعم، النبي طالب عند أحمد في المسند، وهو مرسل صحيح الإسناد. نعم. يعني رواه أظن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن علي بن أبي طالب. نعم. طيب أن عفوا رواه حميد بن عبد الرحمن. نعم. طيب ويروي هذه القصة، فالقصد وحميد من كبار التابعين. نعم. يقول ماذا؟ يقول إن عليا رضي الله عنه لما قال النبي ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، قال علي رضي الله عنه يا رسول الله قل أحفظ. نعم. يعني فقط تكلم، إيه أخشى أن يتأخر الكتاب أو كذا، قل أحفظ. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة. نعم. والزكاة. نعم. وما ملكت أيمانكم. نعم. وهذا يعني مرسل صحيح يعني. نعم. إلى حميد بن عبد الرحمن. نعم. وقد ذكر الحافظ بن حجر وغيره أنه لا يستبعد أبدا أنه سمعه من علي. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فهذه واحدة. الثانية نسأل سؤالا، هل علي كان موجودا أو غير موجود في هذه الحادثة؟ طبعا بالإجماع، نعم، خاصة إجماع الشيعة، أن علي كان موجودا رضي الله عنه. طيب إذا علي كان موجودا، طيب لماذا لم يأتي بالكتاب؟ هم يقولون عصوا أمر الرسول ولم يأتوه بالكتاب. نعم. طيب علي كان موجودا ولا لا؟ عندهم كان موجودا. طيب لم يأتي بالكتاب، إذن أيضا علي يلزمه أنه إيش؟ خالف أمر النبي، أنه عصى. نعم. فإذا رتبوا على عمر رتبون على علي. ونسأل أيضا علي في أي الطرفين كان؟ فالذين قالوا قربوا أو الذين قال ما قال عمر؟ نعم. وكلهم مخطئ في. نعم. هذه الحالة. نعم. إذا أقررنا بخطأ فكلهم مخطئ. كلهم مخطئ صحيح. نعم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي، لأن الخطأ ليس في قربوا أو لا تقربوا. نعم. الخطأ في رفع الصوت. صوت. نعم. لا ترفعوا أصواتكم فوق. نعم. ولذلك ماذا قال النبي؟ قوموا عني، ولم يقل إيش؟ الذين قالوا لا تأتوا بالكتاب. نعم. يقومون، قال قوموا. نعم. للكل، شمل الجميع، ومن. نعم. ضمنهم علي. علي. نعم. رضي الله عنه، شمل الجميع، قوموا عني. نعم. يعني لأن المريض في مثل هذه الحالة لا يحب الضوضاء والإزعاج. نعم. وغير ذلك من أمور، وهم كانوا مختلفين لأجله، لكن ولو. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا الإزعاج. نعم. فقال قوموا عني، فأخرج الجميع. نعم. ولم يستثني أحد، لم يقل قوموا إلا فلان. نعم. قال قوموا عني. نعم. فأمرهم بالخروج صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل سؤالا أستاذي الفاضل، طيب هم يقولون هذا الكتاب هو الخلافة. نعم. لعلي، ظاهر حديث علي رضي الله عنه ليس الخلافة. الخلافة. نعم. طيب ماذا أراد أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث عائشة في الصحيح البخاري بل بالصحيحين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ليكتب لهم كتابا. نعم. وإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. إذن هو يقر بالخلافة لأبي بكر. إذن أراد النبي كتابة. نعم. الخلافة لأبي بكر، هذا الذي. نعم. يدل عليه حديث عائشة. نعم. طيب ثم إذا نظرت إلى الحديث الأخرى أن النبي كان ينبه أن أبا بكر هو الخليفة. نعم. قضية الصلاة. نعم. أمر أبا بكر يصلي بالناس. طيب 12 يوما. الـ 12 يوما، ثم بعد ذلك لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتي من العام القادم، قالت رأيت إن جئت ولم أجدك، قال ائتي أبا بكر. نعم. هذا صريح جدا. نعم. أن أبا بكر هو مكان النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد أستاذي أن دعوة أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلافة. نعم. لعلي، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. ولا دليل على ذلك أبدا.